بسم الله الرحمن الرحيم. الاخوه والاخوات، طلبه وطالبات برنامج التعليم عن بعد تخصص اقتصاد واداره، اهلا بكم في حلقه جديده من حلقات الماده بتاعتنا اللي هي اداره الموارد البشريه. وان شاء الله طبعا احنا النهارده معادنا في ترتيب الحلقات بتاعتنا بالحلقه 17. في الحلقه 17 ان شاء الله هنناقش موضوع الحوافز والمزايا والخدمات. طبعا دي وظيفه جديده لاداره الموارد البشريه، وديت الوظيفه ديت يعني هي مرتبطه طبعا الى حد كبير بتصميم نظام الاجور، لكن الحوافز والمزايا والخدمات تختلف عن الايه؟ عن الاجور، لكن نقدر نقول ان هي يعني امتداد لنظام الاجور بطريقه او باخرى، لان الحوافز والمزايا والخدمات هي منافع بتعود على الفرد من ارتباطه بالايه؟ بالمنظمه. لكن هي جزء مستقل؟ برضه جزء مستقل الى حد كبير، لكن لها ارتباط قوي، لها ارتباط قوي على الرغم من الاستقلاليه بتصميم نظام الاجور. طيب تعالى بقى في الحوافز والمزايا والخدمات اللي هي برضو هتاخد معنا مجموعة من الحلقات ان شاء الله، هنشوف هنقول في ايه في الحوافز والمزايا والخدمات. وزي ما انت شايف كده من العنوان هيبقى عندنا جزء عن الحوافز، جزء عن المزايا، وجزء عن الايه؟ عن الخدمات، وهنناقشهم ان شاء الله على مدار اكتر من حلقة. تعالى بقى في الحلقة 17 اللي هي تعتبر البداية في الحوافز والمزايا والخدمات، هنقول فيها ايه؟ طبعا مقدمة برضو، انا يعني اكاد اكون سامح وكده، هتقول المقدمة. طبعا هنقول مقدمة لانه يعتبر موضوع جديد. مقدمة، وعاوزكم تصحصحوا معايا في المقدمة. اذا كان الاجر او المرتب هو المقابل الذي يحصل عليه الفرد كقيمة للوظيفة التي يشغلها، ما هو بناء على تقييم الوظائف احنا حددنا الاجر المناسب ليك او المرتب المناسب ايه ليك. امال الحافز هو ايه بقى؟ هنشوف. فان الحافز هو العائد الذي يحصل عليه كنتيجة للتميز في الاداء. يبقى انا باخد حافز اذا اديت اداء متميز. متميز يعني ايه؟ يعني افضل مما هو مطلوب مني. طيب اما المزايا فهي العائد الذي يحصل عليه الفرد طبعا باعتباره عضوا في المنظمة التي يعمل بها. يبقى احنا قلنا الاجر او المرتب مقابل بيحصل عليه الفرد كقيمة للوظيفة، هتاخد حافز يبقى انت اديت اداء متميز واداء غير ايه؟ اداء غير عادي، اداء خلاق. طيب المزايا، لا المزايا دي بقت ايه؟ انت بتاخدها نتيجة عضويتك في المنظمة. يعني ايه؟ زي السكن على سبيل المثال يعتبر من المزايا، كل اعضاء المنظمة بايه؟ بياخدوه. طيب هنشوف طبعا الحاجات دي هنتكلم عليها بتفاصيل كتير شويه. المهم فهمنا ان الاجر او المرتب ده مقابل بتاخده كقيمه للوظيفه، وفهمنا ان الحافز بتاخده كاداء متميز، وفهمنا ان الميزه او المزايا بتاخدها نتيجه عضويتك في الايه؟ نتيجه عضويتك في المنظمه. وكما ترى ان لكل من هذه الاجزاء اللي هي الاجر والحافز والمزايا، وكما ترى ان لكل من هذه الاجزاء معنى مختلفا ودورا هاما في المنظمه. طيب تعال بقى نتكلم شويه بعد المقدمه دهيت في امور تفصيليه شويه. دور مدير الموارد البشريه والمديرين التنفيذيين في الحوافز والمزايا والخدمات. رجعنا تاني لموضوع الاشتراك. ما احنا قلنا من بدايه الحلقات يا جماعه ان كل وظائف اداره الموارد البشريه علاقه وثيقه وتعاون مشترك ما بين مدير الموارد البشريه والمديرين التنفيذيين في الايه؟ والمديرين التنفيذيين في المنظمه. لذلك مش غريب ان احنا نلاقي بقى كل وظيفه في علاقه وثيقه في تعاون. يعني شفنا على سبيل المثال ايه؟ شفنا على سبيل المثال اللي هو تحليل وتصميم وتوصيف الوظيفه، اشتراك ما بين الطرفين، مدير الموارد البشريه والمديرين التنفيذيين. شفنا تخطيط القوه العامله، اشتراك ما بين الاثنين. شفنا الاستقطاب والاختيار والتعيين، اشتراك ما بين الاثنين. شفنا بعد كده اللي هو تصميم نظام الاجور، اشتراك ما بين الاثنين. وبعد كده بنشوف دلوقتي اهوت الحوافز والمزايا والخدمات، اشتراك برضه ما بين الاثنين. وكل فئه من الفئتين ده هم اللي هو مدير الموارد البشريه والمديرين التنفيذيين لهم ادوار مختلفه في الحوافز والمزايا والخدمات، وده اللي هنشوفه دلوقتي. طيب دور مدير الموارد البشريه والمديرين التنفيذيين في الحوافز والمزايا والخدمات. يلعب كل من مدير اداره الموارد البشريه والمديرين التنفيذيين في المنظمه ادوار مختلفه بالنسبه لكل من نظام الحوافز ونظام المزايا والخدمات. خلي بالك ثلاث اجزاء اهو، حوافز مزايا خدمات. ويلعب مدير اداره الموارد البشريه الدور الاساسي والاهم في كل مما يلي. هو اللي ليه الدور الاساسي. ايه بقى الدور الاساسي للمدير الموارد البشريه في عناصر معينه؟ واحد، تصميم انظمه حوافز ومزايا وخدمات للعاملين، تصميم الانظمه نفسها هو ليه الدور الاساسي. اثنين، حساب مستحقات العاملين من الحوافز والمزايا والخدمات، هو ليه الدور الاساسي مدير اداره الموارد البشريه. ثلاثه، مساعدة العاملين في تقديم المزايا والخدمات إليهم،
أربعة، الرد على تساؤلات العاملين فيما يخص الحوافز والمزايا والخدمات. خمسة، التنسيق بين كافة الجهات لضمان إدارة سليمة لأنظمة الحوافز والمزايا والخدمات. في العواصر دهيت مدير الموارد البشرية هو ليه الدور الإيه الأساسي. طيب تعالى بقى في المقابل، المديرين التنفيذيين بقى بيعملوا إيه بقى؟ أما أدوار المديرين التنفيذيين فيما يخص أنظمة الحوافز والمزايا والخدمات فتتمثل فيما يلي. إيه بقى؟ واحد، المساعدة في تصميم أنظمة الحوافز والمزايا والخدمات، بيساعدوا في التصميم، لكن مين اللي ليه المهمة الأساسية للتصميم؟ مدير إدارات الموارد البشرية وأخصائي الموارد البشرية، هم اللي أساسا بيصمموا والتنفيذيين بيساعدوهم في التصميم. اثنين، الاحتفاظ ببعض السجلات التي تحدد أحقية العاملين في الحوافز والمزايا والخدمات. مين العاملين؟ العاملين اللي في إدارتهم، يعني مدير تنفيذي بتاع تمويل، مدير تنفيذي بتاع إنتاج، مدير تنفيذي بتاع كذا، شراء وتخزين، بتاع كذا بتاع كذا، هيحتفظوا بالسجلات اللي بتبين أحقية العاملين لإيه؟ للحوافز والمزايا والخدمات في إدارتهم. طيب، ثلاثة، إثارة حماس العاملين للحصول على المزيد من الحوافز. طيب، أربعة، المساعدة في الرد على بعض التساؤلات في الحوافز والمزايا والخدمات. خمسة، التعاون مع إدارة الموارد البشرية بمدها بالمعلومات اللازمة لإدارة أنظمة الحوافز والمزايا والخدمات. يبقى المديرين التنفيذيين بيساعدوا في تصميم أنظمة الحوافز والمزايا والخدمات، المديرين التنفيذيين بيحتفظوا ببعض السجلات للعاملين اللي هم في إدارتهم عشان يشوفوا أحقيتهم في الحوافز والمزايا والخدمات، بيستثيروا حماس العاملين للحصول على مزيد من الحوافز بالذات طبعا، بيساعدوا في الرد على بعض الايه التساؤلات عن الحوافز والمزايا والخدمات، بيتعاونوا مع إدارة الموارد البشرية في توفير المعلومات اللازمة لإدارة نظام الحوافز أو أنظمة الحوافز والمزايا والخدمات. طيب، هتكلم بقى في ايه دلوقتي؟ هتكلم دلوقتي ان شاء الله في اول بقى جزئية. اتفقنا عندنا كم جزئية؟ ثلاثة، حوافز، مزايا، خدمات. احنا هنتكلم في اول جزئية اللي هي مرتبطة بالايه بقى؟ مرتبطة بالحوافز. تعالى بقى نشوف الحوافز ان شاء الله، ودي هتاخد مننا وقت طويل شوية، يعني مش الحلقة دي بس، والحلقات او اجزاء من حلقات قادمة ان شاء الله. طيب، تعالى نشوف بقى هنقول ايه في الحوافز. الحوافز، تعتبر الحوافز بمثابة المقابل للأداء المتميز، ويفترض هذا التعريف أن الأجر أو الراتب قادر على الوفاء بقيمة الوظيفة، وبالتبعية قادر على الوفاء بالمتطلبات الأساسية للحياة وطبيعة الوظيفة وقيمة المنصب. كما يفترض هذا التعريف أن الحوافز تركز على مكافأة العاملين عن تميزهم في الأداء، وأن الأداء الذي يستحق الحافز هو أداء غير عادي أو ربما وفقا لمعايير أخرى تشير إلى استحقاق العاملين إلى تعويض إضافي يزيد عن الأجر. الله الله الله، يعني الحوافز ديت كده يعني مش هبة من منظمة، لا، ده المفروض لا تعطى إلا لأداء متميز، لا تعطى إلا لأداء خلاق، لا تعطى إلا لأداء بعيد تماما عن أداء الإيه النمطي. وطالما أنا قصرت الحافز على الأداء المتميز، يبقى مفترض اللي أنت بتعطه قبل الحافز اللي هو الأجر بتاعك اللي هو الراتب بتاعك كافي بقى لإيه؟ للمتطلبات الأساسية للحياة. طيب، يعني إيه كافي لإشباع احتياجاتك أنت وأسرتك من المأكل، من المشرب، من الملبس، من المسكن، من كل الأمور الفسيولوجية والعضوية، كافي لتغطية النفقات الأساسية للحياة، ومش هتاخد أزيد من الأجر ولا أزيد من الراتب. هو إيه الأزيد بقى؟ يعني مش هتاخد الحافز إلا لما هيديني أداء متميز في الإيه؟ في المنظمة. طب تعالى نكمل. ولا يجب النظر إطلاقا إلى الحوافز، ده بنأكد على النقطة دي لأن في بعض الدول العربية فيها النقطة دي، هنشوف هي إيه النقطة دي. ولا يجب النظر إطلاقا إلى الحوافز باعتبارها جزءا مكملا للأجور والمرتبات. تبقى مشكلة، تبقى مصيبة لو الحوافز هي جزء مكمل للأجور والمرتبات، وللأسف قد يرى البعض في الدول النامية أنها تلعب هذا الدور، ولو انقلبت لهذا الدور فإنها تصبح نوعا من التكافل الاجتماعي، وده اللي احنا بنأكد عليه، وتعويض عن انخفاض الأجر، وتفقد في هذا الوقت دورها التحفيزي. يبقى المفروض بقى ما يسموهاش حوافز. يعني ايه الكلام ده بقى؟ لازم نلفت النظر لحاجه، ان الحوافز عمرها ما بتكون مكمله للاجور والمرتبات. انت المفروض اساسا واخد الاجر بتاعك، واخد الراتب بتاعك، مكفيك تمام التمام، مأكل، مشرب، ملبس، مسكن انت واسرتك، يعني ومعيشك في مستوى معيشي كويس، ومش هديك الحوافز الا اذا ادتني اداء ايه؟ متميز. لكن مصيبه لو الحوافز نظر ليها ان هي مكمله للاجر والمرتب. ودي بتبقى امتى بقى؟ لو الاجر والمرتب غير كافي لضروريات الحياه،
يبقى هنا بقى ايه؟ هندي حوافز للعاملين نوع من التكافل الايه؟ نوع من التكافل الاجتماعي، زي احنا ما بنسمح كده يا عمي اديهم حوافز ما فيهاش مشاكل. هو يعني المرتب بيقضي حاجه؟ مثلا ده المرتب بيقضي مش عارف 10 12 يوم في الشهر، يبقى لازم ندي حوافز. يبقى الحوافز دلوقتي اتقلبت نوع من التكافل الاجتماعي، والحوافز دلوقتي فقدت قيمتها كحوافز لان هي مش هتستثير حماس الفرد، ما كل الناس ايه؟ كل الناس بياخدوها بغض النظر عن مستوى ادائها. يبقى في الحاله ديت يعني تسميه حوافز دي تسميه فيها مغالطه ايه؟ فيها مغالطه كبيره. بعض الدول الناميه طبعا فيها بعض الايه؟ بعض اللي هو الحوافز بتكون مكمله للاجر والمرتب وبتفقد قيمتها ايه؟ تماما. طب تعال نكمل بس في الحوافز. طيب الحوافز لماذا؟ ليه بقت في حوافز؟ ليه في حوافز من قبل كده ما اخش؟ اكيد عشان احفز الناس واستثير همم وحماس الناس ان هم يدوني اداء اعلى من الاداء النمطي المطلوب منهم. طيب هنشوف ده بالتفصيل. الحوافز لماذا؟ يحقق النظام الجيد للحوافز نتائج مفيده من اهمها. واحد، زياده نواتج العمل في شكل كميات انتاج، جوده انتاج، مبيعات، ارباح. لما بيكون عندي نظام جيد للحوافز الناس يعني ايه هممهم يعني بتستثار ان هم يدوني كميه اكبر من الانتاج، جوده اعلى من الانتاج، مبيعات اكبر، ارباح ايه؟ اكثر. اثنين، تخفيض الفقد في العمل ومن امثلته تخفيض التكاليف، تخفيض كميات الخامات، تخفيض الفقد في الموارد البشريه واي موارد اخرى. لما هتاخد حوافز اكيد انت عاوز ايه؟ تدبر وتحافظ في عملك عشان تحقق اقصى انتاجيه ممكنه. ما هو التكاليف والخامات والفاقد ده كله ايه؟ ده كله من المدخلات اللي هي داخله للعمل. لما تخفض هذه المدخلات وبفرض ثبات المخرجات او زياده المخرجات ان شاء الله الانتاجيه بتاعتك كفرد هتزيد وانتاجيه المنظمه هتزيد وهتاخد حافز على زياده الانتاجيه. ثلاثه، اشباع احتياجات العاملين بشتى انواعها وعلى الاخص التقدير والاحترام والشعور بالمكانه. احنا اتفقنا هوت اذا كان الاجر بيلعب دور اجتماعي في التقدير والاحترام والمكانه، يبقى اكيد الحوافز اللي هي بتتاخد زياده على الاجر هتلعب نفس الايه؟ نفس الادوار. اربعه، اشعار العاملين بروح العداله داخل المنظمه. ده طبعا ايه؟ بافتراض ان نظام الحوافز هو نظام عادل داخل الايه؟ المنظمه. خمسه، جذب العاملين الى المنظمه ورفع روح الولاء والانتماء. لما يدي حافز مقابل ان هو ياخد فرد متميز اكيد هيجذب افراد افضل للمنظمه، اكيد هينمي فيهم روح الولاء والانتماء. سته، تنميه روح التعاون بين العاملين وتنميه روح الفريق والتضامن. اكيد كل الناس اللي شغالين في شركات معينه لما بياخدوا حوافز خاصه بقى لو حوافز مجزيه بتخلق نوع من الاجتياح النفسي لدى الايه؟ العاملين، بتنمي روح التعاون، روح الفريق، روح التضامن، روح الولاء، روح الانتماء. سبعه، تحسين صورة المشروع أمام المجتمع، إن هو مشروع يعني إيه؟ بيدي العاملين حقوقهم، اللي بيؤدي متميز بياخد مقابل الأداء الإيه؟ المتميز، ما تتقلبش النوع من التكافل الإيه؟ الاجتماعي، خلي بالنا من كده، عشان لو اتقلبت لكده هتفقد قيمتها التأثيرية في استثارة العاملين تجاه الأداء الإيه؟ المتميز. طيب، تعالى بقى، عاوزين نتكلم عن جزئية جديدة إن شاء الله اللي هي بقت على أي أساس تمنح الحوافز؟ إحنا قلنا إيه؟ الحوافز دي حاجه للاداء الايه؟ المتميز. الحوافز دي ايه؟ غير مكمله للاجر، غير مكمله للراتب، لا ده هي مقابل اداء في ابداع، مقابل اداء في تميز، مقابل اداء غير نمطي وغير ايه؟ تقليدي. ولو اعطيت تكمله للاجر او المرتب تفقد قيمتها التحفيزيه وتفقد قيمتها التاثيريه ايه؟ تماما. طيب تعالى بقى نشوف الجزئيه اللي بعد كده، احنا اتفقنا مهمه؟ طبعا مهمه. وشفنا حضراتكم يعني ايه الاهميه البالغه للايه؟ للحوافز، وكلنا كعاملين في الحكومه او الاخوه العاملين في القطاع الخاص مهم قد ايه الحوافز بالنسبه لهم. هنديها لك بقى على اي اساس؟ بعد ما اتفقنا على اهميتها، هنشوف الاسس المختلفه اللي ممكن ايه؟ ممكن نعطي عليها الحوافز. تعالى بقى، على اي اساس تمنح الحوافز؟ ان اهم اساس او معيار على الاطلاق لمنح الحوافز هو التميز، بناكد تاني، في الاداء. ولا يمنع الامر من استخدام معايير اخرى. مثل المجهود والأقدمية. جميل جدا، يعني برضو ممكن ندي، ما هو المجهود الزائد هو نوع من التميز برضو، والأقدمية برضو هي نوع من ايه؟ من التميز اكيد طبعا. وفيما يلي عرض لهذه الأسس او المعايير، يبقى عاوزين نعرض مجموعة من الأسس او المعايير اللي هي هنعطي على اساسها الحوافز. اول اساس الاداء. يعتبر التميز في الاداء المعيار الاساسي وربما الاوحد لدى البعض في بعض الحالات،
وهو يعني ما يزيد عن المعدل النمطي للأداء، سواء كان ذلك في الكمية أو الجودة أو وفر في وقت العمل أو وفر في التكاليف أو وفر في أي مورد آخر. ويعتبر الأداء فوق العادي أو التميز في الأداء أو الناتج النهائي للعمل أهم المعايير على الإطلاق لحساب الحوافز. يبقى أول ما يعني عندي أداء الإيه؟ أداء الفرد. أداء الفرد جايز يديني كم أكبر، أداء الفرد جايز يديني جودة أكبر، أداء الفرد جايز يعمل لي نوع من الوفر في التكاليف إيه أكتر، كل ده أداء متميز يستحق عليه الإيه؟ الحوافز. تاني حاجة المجهود. يصعب أحيانا، ده تاني معيار أو أساس لمنح الحوافز. اتنين المجهود. يصعب أحيانا قياس ناتج العمل في بعض الحالات، وذلك لأنه غير ملموس، غير ملموس وواضح، كما في أداء وظائف الخدمات والأعمال الحكومية على سبيل المثال، أو لأن الناتج شيء احتمالي الحدوث مثل الفوز بعرض في إحدى المناقصات أو المسابقات، وبالتالي فإن العبرة أحيانا بالمحاولة وليس الإيه وليس النتيجة. يعني ممكن تبذل جهد كبير جدا لكن لا يصادفك التوفيق والنجاح، ده حاجة طبعا كله من عند ربنا. أو قد يكون الأرز في الحسبان ومكافأة المجهود أو الأسلوب أو الوسيلة التي استخدمها الفرد لقياس إلى الناتج، أو قد يمكن الأخذ في الحسبان ومكافأة المجهود أو الأسلوب أو الوسيلة التي استخدمها الفرد لقياس إلى الناتج والأداء. ويجب الاعتراف بأن هذا المعيار أقل أهمية كثيرا من معيار الأداء اللي هو معيار المجهود طبعا، أو الناتج النهائي لصعوبة قياسه وعدم موضوعيته في كثير من الأحيان. يبقى مقياس الأداء ومعيار الأداء هو الأساس يعني الجوهري لمنح الإيه الحافز. معيار المجهود في نوع من الإيه يعني ممكن يعني يبقى في نوع من التحيز الشخصي في التقدير شوي، يبقى ممكن ندي بناء على المجهود، ممكن ندي بناء على الأداء. طيب إيه كمان؟ ممكن ندي بناء على الأقدمية. ثلاثة الأقدمية، ويقصد بها طول الفترة التي قضاها الفرد في العمل، دي معنى كلمة إيه أقدمية في الشغل، وهي تشير إلى حد ما إلى الولاء والانتماء أكيد يعني، أو غالبا كلما طالت الفترة بتاعت الفرد في الوظيفة أقدميته كبيرة أكيد ده نوع من الولاء والانتماء، والذي يجب مكافأته بشكل ما طبعا، وهي تأتي في شكل علاوات في الغالب لمكافأة الأقدمية، وتظهر أهمية علاوات الأقدمية في الحكومة بشكل أكبر من العمل الإيه الخاص. طيب يبقى ممكن ندي ده على أساس الأدمية وقبله المجهود وقبله الأداء، وممكن ندي على أساس الإيه المهارة. أربعة المهارة. بعض المنظمات تعود وتكافئ الفرد على ما يحصل عليه من شهادات أعلى أو رخص أو براءات أو إجازات أو دورات تدريبية، وكما تلاحظ فإن نصيب هذا المعيار اللي هو المهارة الأخير محدود جدا، ولا يساهم إلا بقدر ضئيل في حساب حوافز العاملين. طيب يبقى أربعة المهارة ده الأساس الأخير لمنح الحوافز، لكن عاوزين نشوف تعليق. وأخيرا لا يتبقى إلا أن نركز مرة أخرى على أن أهم المعايير هي الإيه؟ هي الأداء والأداء والأداء والأداء. طيب تعال بقى حضرتك نشوف في الجزء الباقي من الحلقة بتاعنا ما هي أنواع نظم الإيه؟ ما هي أنواع نظم الحوافز؟ على أي منظمة أن تختار لنفسها التوليفة المثالية لأنواع الحوافز؟ وذلك لكي يكون لديها نظام متكامل يحفز العاملين على أدائهم المتميز. وهناك العديد من أنواع الحوافز المستخدمة في شتى منظمات الأعمال، أنواع كتير من الحوافز يعني أنواع كتير جدا من الحوافز. طيب كما أن هناك طرقا عديدة لتصنيف هذه الحوافز، ويمكن التفرقة بين الحوافز ويمكن التفرقة بين الحوافز كالآتي. تصنيفات كتير ممكن حركة التصنيف ده هو يعني يعتبر يعني أشهر التصنيفات في الحوافز. حوافز على مستوى الفرد ده نوع، حوافز على مستوى جماعة العمل ده نوع، حوافز على مستوى المنظمة ككل ده نوع. يبقى أنا ممكن أدي حوافز لفرد بعينه، يعني ممكن أدي حوافز مثلا على سبيل المثال للدكتور محمد شاهين، الدكتور محمد شاهين ده فرد، أو ممكن أدي حوافز على مستوى جماعة العمل، دكتور محمد شاهين بينتمي لقسم إدارة الأعمال في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية جامعة الإمام، أدي للقسم قسم إدارة الأعمال حوافز ده قسم جماعة عمل. أو ممكن ندي حوافز على مستوى المنظمة إيه؟ ممكن ندي حوافز على مستوى المنظمة ككل، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام منظمة، ممكن نديها الجامعة بقى هي اللي تديها إيه؟ حوافز ككل. طيب يبقى الحوافز ممكن تروح على مستوى الفرد أو مستوى الجماعة أو مستوى الإيه المنظمة خلال. المهم بنأكد على إيه؟ على جزئية الأداء المتميز. كما يمكن تقسيم الحوافز على الأساس التالي. إيه هو الأساس التالي ده؟ حوافز على مستوى العمال،
حوافز على مستوى التخصصيين والإداريين. طيب تعال بقى حضرتك، التصنيفين اللي احنا عملناهم دول يعني مستوى فرد، مستوى جماعة، مستوى منظمة، بتصنيف للحوافز، او مستوى هو حضراتكم المستوى اللي هم اللي قلنا عليه اللي هو التخصصيين الإداريين وقبل التخصصيين الإداريين العمال، ده برضو ايه؟ برضو تصنيف. ممكن نعمل نوع من المزج، نوع من الدمج ما بين التصنيف الأول اللي هو بيقول فرد جماعة منظمة، والتصنيف الثاني اللي هو بيقول اللي هم العمال والتخصصيين والإداريين، ده تصنيف ثاني. عاوزين نعمل تزاوج ما بين التصنيفين دولت، هنخرج بتصنيف جديد للحوافز نتيجة هذا الايه؟ نتيجة هذا التزاوج. تعال نشوف. وبمزاوجة هذين التصنيفين يمكن التوصل إلى التصنيف التالي الذي نوضحه تفصيلا. ألف حوافز العمال، وإحنا النهاردة بس هنناقش ألف حوافز العمال بأشكالها المختلفة، وهنكمل بقية الأشكال إن شاء الله في حلقات إيه تالية. طيب ألف حوافز العمال، يتميز أداء العمال بسهولة القياس، وبالتالي فإن حساب حوافزهم يتميز بالوضوح. وأهم العمال الذين يسهل حساب الحوافز لهم أو قياس إنتاجهم هم العمال في الورش والمصانع والورديات. ليه؟ عشان دول بيطلعوا لي نتائج مادية ملموسة واضحة، وبالتالي سهل إن أنا أقيس إيه أدائهم، وسهل إن أنا أترجم هذا الأداء إلى حوافز. وأنسب أنظمة الحوافز التي تقدم لهم أنظمة الحوافز بالقطعة أو الحوافز بالوقت المعياري أو النمطي. يبقى حوافز العمال سهلة ويسيرة، خاصة العمال اللي بيقدموا منتجات ايه؟ ملموسة. واشهر انظمة اللي هي الحوافز للعمال يا اما ياخد حافز بالقطعة يا اما ياخد حافز بناء على الوقت الايه؟ المعياري او الوقت الايه؟ النمطي. وده اللي هنناقشه في بقية حلقتنا ان شاء الله، وهنختم بيه حوافز العمال عشان نشوف بعد كده في حلقات جاية ان شاء الله اللي هي حوافز التخصصيين والاداريين وبقية التصنيفات الخاصة بالايه؟ بالحوافز. يبقى النهارده هنركز بس على حوافز العمال، وهنشوف النوعين بتوع حوافز العمال اللي هما بالقطعه والوقت المعياري او النمطي. طيب تعالى بقى لواحد الحوافز بالقطعه، وهي تعتبر من اهم طرق دفع كل من الاجور والحوافز معا. وفي هذه الطريقه اللي هي الحوافز بالقطعه، كلنا عارفين طبعا مبدا الحوافز بالقطعه. وفي هذه الطريقه يتحدد الحافز الذي يحصل عليه العامل بحساب كميه الانتاج او القطعه المنتجه، ويفضل عند تطبيق مثل هذه الطريقة وجود أجر ثابت يومي أو شهري. وفي كثير من الأحيان ما يتطلب تطبيق هذه الطريقة وجود حد أدنى من العمل يسمى بالإنتاج النمطي أو بالإنتاج المعياري، ويجب أن يؤديه العامل قبل أن يستحق الحوافز، أي أن ما يزيد عن الإنتاج النمطي أو المعياري يستحق المكافأة. يبقى الحوافز بالقطعة هقول له أنت أصلا المفروض مطلوب منك مثلا تنتج لي 200 وحدة في اليوم، ما يزيد عن ال 200 وحده هتاخد عنه ايه؟ حوافز. يعني من اول 200 واحد هتاخد عنه ايه؟ حوافز. طب المفروض في هذا النظام ان احنا ايه؟ ان احنا نديله اجر ثابت برضه عشان يحس بنوع من الاطمئنان الاجتماعي، وجزء من الايه؟ الدخل بتاعه يتمثل فيه حوافز. يعني عندنا جزء ثابت من الاجر وجزء في شكل ايه؟ في شكل حوافز. طيب تعال نكمل الموضوع الحوافز بالقطعه. وتحدد قوانين العمالة في الدول المختلفة مقدار الحرية المتروكة لأصحاب الأعمال في تحديد الحد الأدنى للأجر. طبعا ده نوع من التفاوض ما بين الايه؟ النقابات وأصحاب الشركات. وعادة ما يكون هناك تدخل لتحديد الحد الأدنى لأجر الساعة أو الحد الأدنى للأجر الثابت خلال الشهر مثلا، وذلك ضمانا لأن تكون حوافز القطعة أمر يزيد عن الحد الأدنى للايه؟ للأجر. طيب تعالى بعد كده هنكمل برضو في موضوع اللي هي الأجر بالقطعة أو اللي هي الحوافز بالقطعة. وطريقة الحوافز بالقطعة سهلة الفهم والحساب معا، كما أن عوائد الفرد ترتبط بشكل مباشر بمقدار إنتاجه وسلوكه، وعادة يكتب لهذه الطريقة النجاح إذا كانت جيدة التصميم وعادلة. طريقة شائعة الاستخدام. وأهم عيوب هذه الطريقة صعوبة تحديد حجم الإنتاج النمطي أو المعياري. مش أنا قلت لك إيه؟ أنت مطلوب منك 200 وحدة تأديهم، وال 201 تاخد عنهم بقى إيه؟ الواحد الزيادة عن 200 دي تاخد عنه حوافز. ال 200 دول تسموهم الإنتاج الإيه؟ النمطي. وقد يعترض العمال على هذا الحجم إذا كان عالياً عليهم، ممكن يفاوضني يقول لا ده ال 200 كتير، خلي النمطي 150 وأول من 151 ال 151 الواحد الزيادة عن 150 هاخد عنه إيه؟ حوافز. في تفاوض. كما تحتاج هذه الطريقة إلى قياس مستمر للكمية المنتجة من العمل. طيب تعالى
يبقى كده قفلنا ايه بقى موضوع اللي هي الحوافز بالقطع. تاني نوع من حوافز العمال واخر نوع من حوافز العمال اللي هو حوافز الوقت، واخر حاجه في اللقاء بتاعنا. في هذه الطريقه على العامل ان يقوم بالانتاج في وقت محدد نمطي او معياري، ويكافئ على مقدار الوفر في هذا الوقت، او يكافئ على استغلال نفس الوقت في انتاج اكثر. وربما تلاحظ ان حوافز الوقت يمكن ان تكون سهله الفهم ويمكن حسابها بطريقه موضوعيه، الا ان عمليات القياس وحفظ المعلومات حول الوقت والانتاج هي عمليات مرهقه ومكلفه. طيب يبقى حوافز الوقت ديت اخر نوع من انواع حوافز الايه العماله، وهنختم بيها الحلقه بتاعتنا النهارده ان شاء الله عشان نشوف انواع اخرى من الحوافز للتخصصيين والاداريين بعد ما انتهينا من موضوع حوافز العماله بشقيه اللي هو حافز القطعة وحافز الايه الوقت. شكرا لحسن الاستماع.